شح المياه في البلدان الواقعة على الطرف الجنوبي من حوض البحر الأبيض المتوسط هي المعضلة الرئيسة أمام التنمية البشرية. إيجاد الحلول الجديدة والتعاون هو التزام وواجب من أجل مستقبل الأجيال القادمة. سويم، الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه، برنامج فني إقليمي تموله المفوضية الأوروبية بميزانية إجمالية تقدر ب 22 مليون يورو، وذلك بهدف المساهمة في نشر السياسات والممارسات الخاصة بإدارة المياه المستدامة وتطبيقها بصورة فعالة وتعميمها على نطاق واسع في منطقة جنوب المتوسط. وقد بدأ المشروع في ظل تصاعد نظرة المياه والضغط المشترك على الموارد المائية من قبل شرائح مختلفة من المستخدمين، فضلا عن تقدم التصحر الوثيق الصلة بالتغيرات المناخية. الدول الشريكة في برنامج سويم هي الجزائر ومصر وإسرائيل والأردن ولبنان والمغرب والأراضي الفلسطينية المحتلة وتونس. التعاون مع سوريا تم تعليقه مؤقتاً. يشمل البرنامج مكونين اثنين. المكون الأول هو آلية دعم بميزانية تقدر ب 6.7 مليون يورو، تهدف إلى تقوية المؤسسات والحوار بشأن السياسات ومساعدة الدول الأعضاء على تطوير وتنفيذ استراتيجيات وخطط إدارتهم للمياه بتنسيق مع المشاريع والمبادرات الأخرى الجارية. تمخض عن ذلك أربعة محاور كأولويات إقليمية: موارد المياه الغير تقليدية، التقييم الاقتصادي لعمليات الحد من تلوث المياه، الإجراءات الحميدة لتسهيل تكيف قطاع موارد المياه مع التغيرات المناخية، حوكمة المياه على المستوى المحلي، تبادل الخبرات مع جمعيات مستخدمي المياه. المكون الثاني يتمثل في خدمة مشاريع إضاحية بميزانية قدرها 15 مليون يورو. المشاريع هي أكليماس، واديزمار، All Across Jordan، إمبروير، Sustain Water Mat. أكليماس، Adaptation to Climate Change of Mediterranean Agricultural Systems. احنا موجودين في الشمال الشرقي للبلاد التونسية. المنطقة هذه معروفة باللي هي منطقة فلاحية مهمة. من أهداف المشروع هو استعمال المياه المطرية، استعمال المياه المخزنة في التربة، أحسن استعمال لإعطاء أكبر مردود ممكن من الزراعات الموجودة، زراعات غذائية. أولا هنالك زراعة الحبوب بين قمح وشعير، قمح لين وقمح صلب، وزراعة بقوليات بين فول وحمص إلى غيره. ويهدف المشروع طبعا بزيادة إنتاجية المزروعية هذه بالعمل مع الفلاحين. قداش طايح؟ هكا كوليدي من عصر ما تعرفش الحساب والزرعين منين خليتوها السنة؟ لما كنت تزرع من عندي هذه زرعتك أو قمحك هذا يتسميه باهي ولا مخصوص؟ باهي، يعني قمح قرسين ترعت السنين. هذا زرعت السنين. زرعت شوية فول وحمص ولا؟ زرعت شوية فول وحمص. زرعتش فول عندك نتجت شوية فين محطوط هناش كايرا؟ ولا بعنيها بعتوها. يتم تطبيق برنامج أكليماس أيضا في كل من مصر والأردن ولبنان والمغرب وفي سوريا كلما اقتضى الحال. الهدف هو دراسة إنتاجية الحبوب بالنسبة لكميات المياه المستعملة، كميات المياه المخزنة في التربة السطحية، أي على عمق متر أو متر ونصف تقريبا. Ces mesures nous permettent de comprendre les périodes de consommation en eau des cultures et de choisir des cycles culturaux, des pratiques culturales les meilleures qui sont adaptées pour cette région pluviale. Il y a des agriculteurs qui sont très contents de participer et d'autres plus retirés. C'est difficile pour les agriculteurs d'accepter de nouvelles techniques sans voir le résultat. العام الجاي كي نعطيوك انواع اخرى، نوع اخرى من القمح ولا الشعير، ونقول لك تزرعها. نزرع.
جربها 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 معنا نشوفها مخيرة ونجرب القديمة هذه اللي عندك تزرع ونجيبه لك احنا جديدة وتزرع. What is MAR? Water harvesting and agricultural techniques in dry lands, an integrated and sustainable model in Maghreb regions. نحن الآن في منطقة بن خداش بالجنوب التونسي، فهي منطقة قاحلة ومعدل الأمطار هو أقل من 200 مليمتر. في لمجابهة هذا الوضع المناخي فقد طور المتسكنون المحليون تقنية التي يسميها تقنية الجسور، وهي هي عبارة على مدرجات صغيرة لتجميع مياه السيول التي يعني يقع تجميعها من المنطقة الجبلية، ووراء هذه الجسور يقع غراسة بعض الأشجار المثمرة خاصة الزيتين وبعض الأنواع الأخرى. وفي هذا الإطار، في إطار مشروع وادي سمار الذي سيقع تنفيذه في المراحل القادمة إن شاء الله، سيقع القيام بصيانة وتهذيب هذه الجسور بهذه المنطقة، وهي والأشغال سيقع تدخل خاصة في صيانة الطوابي وكذلك صيانة المصارف، وهي التي يعني يقع استعمالها خاصة خلال الأمطار الغزيرة والفيضانات. في هذا الإطار وقع إنجاز هذه البئر، وهي بئر للتغذية والتي تمكن من تدفق مياه السيول مباشرة نحو المائدة الجوفية. في إطار مشروع وادي سمار سنقوم أول شيء بعملية تقييم لهذه التجربة، وبالتالي وإنجاز وحدات جديدة في مواقع أخرى إن شاء الله. يقع استعمال سدود الجابيون على الأودية التي تجري فيها المياه خلال الأمطار الغزيرة، وتقوم بدور تخفيض من سرعة المياه وبالتالي تغذية المائدة الجوفية. وفي إطار مشروع وادي سمار سيقع إنجاز وحدات مماثلة في أماكن أخرى من منطقة الدراسة. يتم تنفيذ وادي زمار في وادي بسكرة بالجزائر. هناك أيضا صلة بين كل من مشروع أكليماس ووادي زمار فيما يخص التقنيات الزراعية. تتميز إذن المناطق السقوية حول الأبار السطحية المتأتية من المياه المائدة السطحية، استعمال مكثف للري قطرة قطرة، وذلك إذن للاقتصاد في مياه الري وكذلك للأسمدة المعدنية. توجد إذن نوعان من الري بالقطرة قطرة، الري بالقطرة قطرة اللي يوجد داخل إذن القطار واللي يمكن إذن من اقتصاد أكثر بالماء مقارنة بالري، باستعمال القطار الخارجي اللي يوضع على القناة اللي يساهم إذن في خسائر أكثر مقارنة بالري بالقطار اللوتوريجيلون. في إطار إذن مشروعي وادي سمار وأكليماس يتم تعميم هذه التقنية إذن لوضع مقترحات عملية للتصرف المستدام في مياه الموارد المائية بالمناطق الزقوية حول الأبار السطحية. All across Jordan, transboundary NGO master planning of the Lower Jordan River. منطقة نهر الأردن السفلى على مدى 200 كيلومتر من بحر الخليل إلى البحر الميت هي إحدى أقدم طرق الهجرة البشرية وأقدسها بالنسبة لليهود والمسيحيين والمسلمين. تتمتع بنظام بيئي فريد من نوعه، وهي طريق هجرة ل500 مليون طائر مهاجر مرتين في السنة. لقد حولت كل من إسرائيل وسوريا والأردن مجرى معظم الروافد التي غذت منطقة نهر الأردن السفلى للزراعة والاستهلاك القومي، ولم يبقى سوى 3% من 1.3 مليار متر مكعب من المياه أغلبها ملوث. Friends of the Earth Middle East يؤمنون بالبيئة والسلام. Who we are?
We're an environmental non-governmental organization bringing together Jordanian, Palestinian and Israeli environmentalists. أطلقت منظمة فؤام أول برنامج رئيسي متكامل عابر للحدود لحوض نهر الأردن السفلي، يجمع بين ممثلي وأصحاب القرار من إسرائيل والأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة. برنامج سوام يدعم مشروع فؤام بوجه عام ويساهم بشكل خاص في فهم احتياجات التخطيط، كما يدعم نهضة الإرادة السياسية في اتباع نهج إقليمي. What we're trying to advance is our vision for a transboundary peace park. Some of you will also be joining us. You have the Elad Mountains on your left, the Galilee on your right, the Golan on your north. You're in a very special valley. You will see that it's a poor neighborhood. It's a poor area. A lot of people live under poverty level even. And what we're trying to do is to create a project that is viable, that is can offer jobs. برنامج فؤام طور 3 منتزهات بيئية للسلام والتربية البيئية، وتعد هذه من أهم المشاريع التي تعنى بمصالح الساكنة. For us as non-politicians, we are moving ahead. We will continue our efforts despite all of the challenges, despite of the difficult facts on the ground, despite the difficulties of access to the river. منهجية التعاون والتخطيط المشترك والاهتمام الفعلي والعملي لقضايا المصالح المشتركة التي يعنى بها المشروع يمكن أن تصبح نموذجاً ناجعاً لكل من الأردن وإسرائيل وفلسطين في محاولة حل قضايا الصراع ما بعد التهديدات البيئية الفورية. المخطط الرئيسي سيكون جاهزاً في غضون عامين تقريباً. Improware, innovative means to protect water resources in the Mediterranean coastal areas through reinjection of treated water. إمبروير هدفه الرئيسي هو إثبات وتعزيز سياسات الإدارة والممارسات المستدامة للمياه في كل من مصر وتونس، مع التركيز على الأنشطة الموجهة لمعالجة مياه الصرف لتحقيق مستوى الجودة المطلوب من أجل دورات إعادة حقن المياه المتعاقبة في الخزانات الجوفية الساحلية. تتكون النشاطات التظاهرية بصفة عامة من خلق تركيبة خاصة للأراضي الرطبة بمنطقة العريش بمصر، وتحديث محطة معالجة مياه الصرف الصحي القائمة في منطقة قربة بتونس، بما في ذلك أحواض تسلل المصب. يساهم المشروع بصفة خاصة في عكس تدهور المياه الجوفية بسبب تسرب المياه المالحة والإفراط في ضخ المياه والتغيرات المناخية، وأيضاً تساهم في تزايد وفرة المياه للساكنة المحلية في المواقع التدهورات الريفية بغرض الشرب والري الزراعي والنشاطات الاقتصادية التي ينجم عنها تحسين المعيشة وفرص العمل. Sustain WaterMed, network of demonstration activities for sustainable integrated wastewater treatment in the Mediterranean countries. هذا المشروع مشروع مهم جدا في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث يحتوي على قيادة مديرية الأمن العام بالإضافة إلى مركز القيادة والسيطرة الذي يخدم كافة أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية. من المتوقع أن يكون هذا المبنى يحتوي على 2500 شخص، ومن المتوقع الحصول على 200 متر مكعب من المياه العادمة يوميا. سوف يتم تجميعها من خلال هذه المباني إلى مركز معالجة المياه هنا ليتم إعادة استخدامها لغايات الزراعة، حيث من المتوقع أن يتم استغلال مساحة 18,000 متر مربع من المياه يوميا. هذا المبنى غير جاهز، والمبنى الآخر تم تجهيزه. يتم عملية سقي المنطقة الخضراء هنا لهذا المبنى الجاهز بمياه الشرب، يعني يتم تجميعها أسبوعيا في هذا الخزان، وهي يعني تكلف الجهة المعنية هنا تكلفهم مبالغ يعني مالية ضخمة. لتفادي هذا الموضوع وللحفاظ على المياه الشحيحة، مصادر المياه الشحيحة في هذه المنطقة بالأردن بالذات، سيتم عمل مشروع السويم لمحطة صغيرة تقوم بإعادة استخدام المياه العادمة هنا لعملية الري هنا، حتى نتجنب استهلاك المياه الشرب التي يجب أن تستخدم لوسائل أخرى لتغطية طبعا حاجات الناس وحاجات السكان للمياه.
نحن الآن في قرب مبنى مديرية الأمن العام الجديد. في استراتيجياتنا وسياساتنا إنه إذا نجحت العملية في اللي هي محطات اللامركزية، تسمى محطات اللامركزية في الصرف الصحي، سنقوم بأخذ هذه الصورة وتطبيقها في مكان آخر مثل في المدارس الكبيرة أو في المستشفيات الكبيرة أو في بعض المناطق اللي صعب جدا انك تربطها في شبكات صرف صحي وتنقلها الى المحطات الرئيسية. احنا الان في وزارة المياه والري ننظر الى مياه الصرف الصحي المعالجة كمصدر رئيسي يدخل في موازنة المائية لوزارة المياه. نفس المشكلة موجودة عندنا في المنطقة، يعني هناك نفس المشكلة موجودة في مصر. نسعى نحن هناك ايضا لإعادة استخدام المياه العادمة للزراعة. ستتم نفس العملية في تونس ونفس النشاط أيضا في المغرب. في هذه المنطقة كلها الهدف الأساسي طبعا لهذا المشروع هو الحفاظ على مصادر المياه الشحيحة إلى المدى البعيد لاستخدامها للسكان والحاجات السكانية التي هي تعتبر يعني أولوية من أولويات الجهات المعنية في هذه البلاد. آلية الدعم توفر أيضاً الدعم التقني لتنفيذ المشروعات التدليلية وتعزيز إمكانات استنساخ برنامج سويم على المستوى الإقليمي.